انا احلى حاجه النهارده عجبتني، واحلى حاجه النهارده فرحانه بيها، ان انا اول ما فتحت النت شفت حبايبنا العرب اللي من تونس، الارض الخضراء الجميله وناسها الطيبين. انا من سيدي بوزيد من تونس، سلموا عليه. قناة ترجع يعني ان شاء الله بامر الله احنا ان شاء الله نرجع لكم قريب. انت نورتنا وشرفتنا النهارده، وان شاء الله نبقى نتكلم مع بعض تاني. ام فؤاد اهلا وسهلا. ازيك يا ام فؤاد؟ احسن ناس البحيره. ربنا يخليك. انت اخبارك كويسه؟ الحمد لله انا بخير. واما سمعت صوتك فرحت اكتر. شوفي رديت النص كده لما سمعت صوت حبايبي. ده احنا اللي فرحانين بيكي قوي. انا هكلمك على طول بقى، احنا عايزينك تدخلي على طول على الجيميل عشان نكلمك. ان شاء الله هنبقى مع بعض دايما قريب ان شاء الله. وبعدين كمان بقى اسكتي، انا عماله بقى اعمل لكم في اكل وحاجات حلوه، اول ما اطلع هعملها لكم كلها. بالذات في رمضان يا ست غاليه، والكحك والبسطيل. ان شاء الله يجي علينا رمضان، علينا وعلى مصر بخير، وهنعمل كل حاجه حلوه. انا جوزي عايز يكلمك يا ست غاليه. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيه، على راسي، خليه يتفضل. ازيك يا ست غاليه؟ اهلا وسهلا يا ابو فؤاد. الله يخليك يا ست غالي. والله انت منور النت كله. ده انت اللي منوره والله. امال انت فينك؟ والله احنا موجودين، وان شاء الله هنشوف بعض قريب، وهنطلع ونقابل بعض. مصير يعني الوجوه تتلاقى. نفس القناه برضو 25 ولا حاجه تانيه؟ ان شاء الله يوم ما هنطلع هكتب على الصفحه بتاعتي احنا في اي قناه وهنطلع ازاي، وهقول لكم على كل اخباري اول باول. ايوه يا ست غاليه. ايوه ام فؤاد ازيك، ده انتوا وحشيني قوي. ده انا مش عارفه اقول لك ايه من الفرحه، ان انا النهارده انا شايفه حبايبي وحبايبي شايفيني. ده احنا اللي فرحانين بيكي قوي يا ست غاليه والله. فؤاد عايز يسلم عليكي يكلمك. هاتي. الو. ازيك يا فؤاد؟ الو. ازيك يا طنط غالي؟ عامل ايه يا فؤاد؟ الحمد لله. اكلمني يا ريتني كنت جبت لك اليمام معايا النهارده، عشان كنا نغني نقول وحدوا ربكم. ايوه يا ست غالي. ازيك يا قمر؟ كلمت على طول. ماشي، كل ما تحبي تكلميني نتكلم مع بعض. ايوه يا ابو فؤاد، احبك تدخلي على طول بقى على الجميل عشان نكلمك. ان شاء الله هنخش ونكلم بعض، ولو عاوزه اي حاجه اطلبيها وانا اقول لك عليها، ونقعد كده ناخد وندي مع بعضينا. لازم تجي لنا يا ست غاليه ضروري المحموديه بحيره. ان شاء الله هاجي لكم، ونعمل عندكم كده حلتين محشي كرنب من كرنب السبعاوي اللي طالع الايام دي الحلو ده. ايوه عندنا الكرنب كتير بس عالي. الله اجي لك كده ونعمل حلتين محشي كرنب كده حلوين، ونقعد ناكل. يعني انت عارفه بقى الاكل يحب اللمه. يا ريت يا ست غالية، واحنا كمان عندنا فرح ونفسي تيجي تحضريه. يا اختي الف بركة، ده مين اللي هيتجوز؟ بنت خالتي، عندي ثلاث افراح. يا صلاة النبي عليكم، يعني انتوا بقى هتقعدوا بقى تغنوا ثلاث ليالي؟ انت عارفة بقى عندنا طبعا الكحك والبسكوت ده ليه ايام لوحده. الفرح والحنة. وبتقعدي بقى تغني بسكوت العريس. تعملي الحنة معانا. ان شاء الله. وبسكوت العروسة وانتوا بتعملوا لازم تغنوا لها. ايوه طبعا بنعمل هيصة، لازم نقعد قبلها بشهر نهيص. طب بتغنوا طول ايه بقى للكحك بتاع العروسة؟ يعني اغاني من القديمة دي بس انا مش عارفاها. انت بقى تغني لنا يا ست غالي. طبعا لما بنعمل كحك العروسة نغني ونقول لها يا عروسة دوسي دوسي على البساط الاخضر ودوسي. لازم انت اللي تيجي بقينا يا ست غالي. ان شاء الله هاجي لكم قريب، وهنتقابل قريب، وندعي كلنا لمصر بالهدايه وطوله البال للناس، وان شاء الله نتقابل. يا رب يا ست غالي، يا رب يا رب. انا مبسوطه قوي اني كلمتك، وهكلمك على طول ان شاء الله. وسلام الاميره. ان شاء الله انا بحييكي ومن قلبي، وسلامي للبحيره واهلها ولكل وجه بحر كله. ربنا يخليك يا ست غالية، ربنا يخليك. ان شاء الله تسلمي يا ست الكل. ربنا يخليك يا ست غالية، مع السلامة. شرفتينا، مع الف سلامة. انا بحيي كل المحافظات بتاعتنا، كل الصعيد، من اول بلد لاخر بلد، وكل بحر، واسكندرية واسوان، وكل حبايبنا انا بحييهم، بحيي كل الناس. وبتمنى من قلبي ان ربنا يهدي الحال لمصر، وان شاء الله بامر الله طول العمر تبلغ الامل، ان شاء الله ربنا هيهدي الحال والدنيا هتبقى زي الفل.
وبحيي كمان الدول العربية وحبايبي من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن كل حتة، وكل الناس اللي كلمونا وأولهم تونس. أول ما كلموني دلوقتي على النت كلموني من تونس، بحييهم كلهم. دلوقتي كل اللي شايفنا وسمعنا جاتنا أسئلة على الصفحة بتاعتنا على فيسبوك، هنرد عليها دلوقتي عشان أنا وعدت إن أنا أرد عليها وعد الحر دين عليه. وهنرد دلوقتي على كل واحد بعت لنا سؤال على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ست لولو بقى عاوزة طريقة الكفتة المشوية في الفرن. بص يا لولو، عشان الكفتة ما تقعش منك من على السيخ، تعملي حاجتين. أول حاجة إن أنت ما تحطيش بصل مبشور في الكفتة خالص، تحطي لحمة مفرومة، تكون مفرومة وشين ناعمة فيها، يعني هنقول مش ربعها، يعني 50% كده دهنة، يعني حتة الدهنة قد كده مثلا على الكيلو، حتة كده دورة كده على الكيلو، عشان بس تديكي حتة دهنة أولية، وبتتفرم معاها وبتكون اللحمة ناعمة. بتحطي التوابل بتاعة اللحمة اللي على كيفك اللي تحبيها. بتجيب البصل تاخدي ميته وتحطيه في طبق وتبلي بس كده وتصبعي كده على السيخ، البصل بيخليها تفصل وتقع من على السيخ. ده بالنسبة للكفتة المشوية. ما تحطيش فيها اي حاجة خالص غير التوابل، الملح، الفلفل، الكمون، بهارات اللحمة، البصل. يبقى مي تاخدي ميته بس تبلي بيها ايدك وانت بتصبعي كده على السيخ عشان ما تقعش منه. وممكن تعمليها نص كندوز والنص جمل، الجمل عرقه شديد وما تقعش منك خالص، وتبقى برضو كويسة وحلوة. الست منى وسندس بقى طالبين عجينة البيتزا. البيتزا سهلة قوي، كيلو الدقيق بياخد نص رطل مية، يعني لو عاير الدقيق كده شوفيها يطلع قد ايه، لو طلع كوباية حطي نص كوباية دي مية على طول واعجنيها. عجينة البيتزا لازم تبقى ملمومة ممسوحة، ما تعبقاش معلمة في الطبق اللي انت بتعجني فيه، تبقى جامدة كده زي الكورة وحلوة مسحة حواليها في الطبق، تبقى عاملة زي السفنجة بتاخد وتدي، مش نية مش سايلة ولا هي طرية تلاقيها ملزقة في ايديكي. عشان تطلع معاكي حلوة لازم العجينة تبقى مش معلمة في ايديكي، ما تبقاش العجينة معلمة في ايديكي، تبقى العجينة بتاعتها يابسة. وبتمسكيها تقطعيها مثلا على 8 حتت على 7 حتت على حسب ما تحبي، وتسيبيها تريح. وبعد ما تريح تروحي فرداها، بس ما تنسيش العجينه بتبقى ايه، كيلو دقيق، معلقه سكر، معلقه خميره، معلقتين زيت، معلقه زعتر ناشف لو حبيتي، وبتعجنيهم مع بعض. وبتروحي ماسكاها مقطعاها 8 حتت او 6، تسيبيها تريح كور صغيره كده، وبعد كده بتفرديها في الصينيه، تجيب الشوكه وتخرميها عشان ما تقبش منك وتبقى عامله زي العيش الفينو. وبعد كده تدهنيها صلصه مع زعتر ناشف، تحطي عليها بقى اي حاجه تحبيها، لحمه مفرومه معصجه، تحطي زيتون، تحطي جبنه، تحطي خضار، اللي يجي على كيفك تحطيها. وهي ما بتاخدش في الفرن اكتر من ربع ساعه على درجه حراره 180. استاذ احمد من اليمن، ان شاء الله بامر الله، يعني على راي المثل بيقول رجل ضالت حب جابت، هاجيلكم ان شاء الله وهنروح كل الدول العربيه وهنلف كل محافظات مصر وهنروح لكل حبايبنا ان شاء الله بامر الله. الدنيا بس تروح معانا كده شويه وان شاء الله هتلاقوني قدامكم. باشمهندسه امل طالبه شاورمه اللحمه. شاورمه اللحمه، اللحمة ممكن تعمليها كندوز وممكن تعمليها بتلو، دي شاورمة اللحمة. لو عملتيها بتلو بيكون أحسن عشان ما بتكشش معاكي وما تاخدش سوقتي. ولو عملتيها كندوز برضو مفيش مشاكل. هي التتبيلة بتاعتها: ملح، فلفل، بهارات، بصلاية مبشورة، كوباية زبادي، معلقة خل. بتاخدي التتبيلة، بتتبليها في التتبيلة دي كلها وتسيبيها على الأقل خالص ساعتين. على الأقل خالص ساعتين. وبعد كده بتروحي واخداها في قلب طاسه سخنه فيها معلقه سمنه او نقطه زيت، وتروحي نازله بيها على طول، هتنزل بس اوعي تغطيها، لو غطيتيها اللحمه هتفك ميه كتير قوي وهتنشف منك ومش وهتكش اكتر. ما تغطيهاش، نزليها في طاسه وافضلي قلبيها كده تقلبتين لحد لما تتشرب كويس وتستوي. واول ما تبتدي قبل ما تطلع عليها بدقيقه واحده تكوني محضره الخضار بتاعها، يعني
طماطم مقطعه رفيع، بقدونس رفيع، زي ما تحبي، عاوزه تحطي لها طحينه زي ما تحبي، تروحي طافيه وحاطه عليها الخضار عشان الخضار ما يستويش، لان الخضار لو استوى فيها هينزل ميه وهتاخد منك سوا مش هتبقى شاورما. الخضار تحطيه عليها بعد ما تطفي مباشره او قبل ما تطفي بدقيقه، الفلفل، البقدونس، الطماطم، الحاجات دي كلها. رضوى عاوزه البفتيك. بص يا رضوى، البفتيك تتبليه بملح وفلفل وبصل، ملح فلفل بصل، ما تحطيش زيت. في ناس بيحطوا معلقتين زيت في التتبيل، لو حطيتي معلقتين زيت في التتبيله هيفصل معاكي البيض والبقسماط، لان هو مش عاوز ده ماده دهنيه خالص فيه، هيفصل معاكي. تتبليه بالملح والفلفل والبهارات كويس كده، ومعلقه زعتر، كل التوابل اللي تحبيها، وطبعا بصلايه مبشوره، وتسيبيه يتبل تقريبا ساعه. وبعد كده تاخدي تحطي فيه بقى بيض، تحطي من البيض للدقيق، وبعد كده البقسماط، ثلاث اربع مراحل يعني، لخبطه كده وهري قلب بلاش منها. تجيبي بيضه وتروحي على حسب الكميه، لو كيلو حطي له بيضتين، تحطي البيضتين عليه بنفس خلطته وتقلبيهم كويس، وتاخدي تحطي في بقسماط ودي متلخبطين على بعض، يعني مثلا بس تكون البقسماط اكتر من الدقيق. تحطي مثلا لو هتحطي كوبايه بقسماط تحطي عليهم ربع كوبايه دقيق، وقلبيهم مع بعض، وتطلعي من الخلطه تحطي فيهم وتتكي عليه جامد. الكرنب اللي طالع الايام دي، اللي هو الكرنب، في كرنب بلدي بس هتلاقيه مزرع، هتلاقي جواه زروعه كبيره كده اهو، وحشه قوي. في دلوقتي الكرنب اللي طالع المدور ده اسمه كرنب سبعاوي، ده كرنب بيبقى شارب ميه وحلو قوي، ولما تيجي تسويه لازم تسيبيه ناقص قراط من الميه كده، من الميه عشان، او الشوربه عشان ما يتعجنش، لان هو ورقه بينزل ميه، الورق بتاعه بينزل ميه، لان انت لو غطيتيه بالميه زي ما بنغطي الكرنب البلدي هيتعجن. فانت سيبي الدور الاولاني يعني قيمه صباع كده، الصباع الاولاني اللي على وش الحله مش متغطي بالميه، وطي عليه كويس اول لما ياخد غلوه، وطي عليه كويس، سيبيه يتشرب ويستوي هيبقى زي الزبده. الاستاذ ناصر اللي كان داخل معانا دلوقتي بس شكله مش سامعنا، ان شاء الله يبقى في فرصه احسن من كده ويكلمنا، كان بيسال على تخزين الثوم. الثوم بتجيب الثوم طبعا، هو الثوم بيبقى الثوم الجديد الاخضر اللي احنا فيه دلوقتي، بتشيلي الراس وبتشيلي الزرعه الخضراء بتاعته، بتاخدي الراس كده وبتشيلي من عليها اول ثلاث اربع قشرات ناشفين، وبتمسكيه تحطيه في الكبه، في الكبه مع معلقه ملح، يعني الكيلو ياخد له بالظبط معلقه ملح مسح، مسح معلقه الاكل دي مسح ممسوحه للكيلو الثوم، مع شويه زيت، يعني ثلاث اربع معالق زيت مع معلقه ملح مسح او معلقه شاي صغيره ملح، وبتطحن في قلب الكبه، وبعد كده بيطلع يتحط في اكياس، تطلعي منه الهواء تبططيه كده، تحطي الثوم في كيس وتبططيه كده يبقى رقيق كده، وتطلعي منه الهواء وتقفليه وتعينيه في الفريزر. اول لما بتيجي تحتاجيه بتطلعيه، بيبقى هو مفرفت شويه او يعني مش بيبقاش، ما يبقاش جامد، ممكن تكسري منه على قد ما هتاخدي، وتحطي على طول في قلب السمنه او الزيت هيطلع معاكي زي الفل، بس لازم تطلعي الهواء من الكيس وتلفي الكيس كويس ويكون مبطط عشان خاطر ما بقاش فيه اي هواء. في حاجه بقى انا لاحظتها كده مش عارفه، مش جايه مع طعمي. الست روشة عاوزة لحمة الستيك، ومريم عاوزة الكباب والكفتة، وبقى كلكم، والأستاذ حسام ده قوم تاني، حلفني 100 يمين على شوربة السيفود والمكرونة، قال إيه؟ بالوايت صوص. على متى أنا هسألك السؤال، محرومش هسألك، وإن عرفت يا أخويا أقول لك على البتاع اللي أنت قلت عليه الوايت صوص والكلام ده كله هقول لك. اما بقى حبيبي بقى واحد كده قمر، عاوز الطعميه، الاستاذ ياسين بقى طالب الطعميه، وانت كده زي غاليه واخد من طعمها. الطعميه سهله قوي، بتجيب الفول المدشوش اللي هو من غير قشره، ده بيتباع عند كل العلافين وكل العطارين، فول مدشوش، هجيبي مثلا عشان على حد عشان التجربه اجيبي ربع كيلو، هجيبي الربع كيلو فول هتبليه من بالليل اقل حاجه 24 ساعه عشان يبقى طري، وبعد كده
تنشيليه من قلب الميه يعني تصفيه كويس، بتحطي عليه بصلايه صغيره، بتحطي فصين ثوم، بتحطي لو في بصل اخضر يبقى خير وبركه، بتحطي مثلا بصلايه خضراء، بتحطي عودين كرات، عودين كزبره، وبتروحي طحنه ده كله مع شويه ملح ومع شويه كمون، بتطحني ده كله في الكبه لحد لما تبقى قدامك عجينه حلوه كده ماسكه نفسها طريه، بتبتدي تاخدي منها وتقلي في الزيت مع سمسم او كزبره ما ناشفه مطحونه، بتبقى زي الفل. نكمل بقى. ساره بعتت لي وقالت لي يا ست غاليه عاوزه اكل خبيزه. الخبيزه دي بقى اللي تستهتر بيه ما يجيش اجدع منه. حاجه قبها. الخبيزه دي اللي ممكن تجيب منها بجنيه حزمه كده، حزمه كده. الخبيزه دي. الخبيزه دي جميله قوي. كلها حديد وكلها فيتامينات وحاجات بقى يعرفوها الدكاتره، بس انا اللي اعرفه ان هي حلوه قوي وبتنزل تمسح البطن زي الفل. الخبازه دي سهله، بتجيبيها بتاخدي الورقه اللي فوق اللي هي المدوره دي شويه، بتروحي واخداها وغسليها كويس، وزي الملوخيه بتتكسر تكسير. طبعا حبايبنا السعيده بيسلقوها في الشوربه ويعملوها بالمفراق، ويعملوها بالمفراق، لكن احنا هنا معظم الناس بتمسكها تخرطها زي الملوخيه بس ما تبقاش ناعمه لدرجه الملوخيه، وبتروحي منزلاها في الشوربه وبتحطي معاها معلقتين رز او معلقتين فريك او معلقتين عدس على حسب ما تحبي، رز او فريك او عدس، معلقتين اتنين ما يزيدوش على نص كيلو مع الشوربه، وبتسيبيها تستوي كويس، وبعد كده بتعملي لها طشه ثوم زي الملوخيه بالظبط بالكزبره الناشفه والسمنه، تنزل عليها وبتبقى زي العسل. بس بقى لو شربت بقى شوربه بط، شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي نوع من الشوربات. في الاستاذ يوجو عاوز الحواوشي احطه لك على الصفحه تشوفه، وهي ان شاء الله يطلع معاك كويس قوي. وفي حاجه كمان، لو انت مش عاوز تلفه طبعا في ورق سيلفر او اي ورق، ممكن عادي جدا في صينيه وتكون فيها ماده دهنيه زيت او سمنه، وتروح حطي فيه الحواوشي وتدخله الفرن، واما يستوي على جنب تقلبه على التاني، يعني هيتحمر معاك ويطلع زي الفل من غير ما لا تحط ورق ولا تحط ورق فويل الالومنيا ولا الكلام ده كله. ست كوثر عاوزه الكشري المصري. الكشري المصري حلو قوي وسهل. هو بتجيبي مجموعه مكرونات مشكله، بس في حاجه لازم كل المكرونه اللي هتحطيها تكون من نوع واحد، لسبب عشان تاخد سوى واحد، ما تبقاش ماركه مع ماركه، فدي تاخد سوى ودي تفضل نيه، دي تتهري، دي تبقى نص سوى. تجيبي نوع ماركه واحده مشكله وتعمليها عشان تستوي كلها مع بعض. ده بالنسبه للمكرونه. بتعملي الرز مع العدس الابو جبه اللي هو العدس الاسود، بتسويهم مع بعض، وبعد كده بتعملي الشعريه لو عاوزه لها شعريه محمره، بتحمري الشعريه بتديها مقدار ميه قليل عشان تطلع مفلفله، وبعد كده بنخش بقى على البصل اللي هو بيتحط على الكشري. البصل عشان يطلع معاك مقرمش بتعملي حاجتين، بتخرطيه كويس، تخرطيه كويس، وبعد ما بتخرطيه خرطيه رفيع مش كبير، لان كل ما كان شرايح كبيره كل ما اتحبس فيه الميه بتاعته ويطلع طري. خرطيه صغير عشان الميه اللي فيه تنزل ويبقى معاكي مقرمش. بعد كده اديله رشه دقيق خفيفه قوي، رشه كده يعني، رشه خفيفه خالص، وبعد كده قلبيه في بعضه كده وحطيه في قلب زيت سخن، هيتحمر معاك ويطلع زي الفل. والصلصه بقى هي معروفه، بتحطي فصين يعني تلات اربع فصوص توم كده او نص راس توم، بتدقيها بتشوحيها مع شويه كزبره ناشفه، بتنزلي عليها بالطماطم شويه كمون شويه فلفل اسمر، تسيبيها لما تتسبك، وبعد كده بتحطي بقى رقات. الاول بتحطي المكرونه، بعد كده الرز بالعدس، بعد كده الشعريه، بعد كده بتديها الصلصه، بعد كده بتديها رشه البصل المحمر. ممكن تعملي له حمص الشام يكون مسلوق، ما يجراش اي حاجه، تحطيه معاه فوق الوش وبالف هنا وشفا. الشطه الزيت بقى دي دايما بنشوفها كتير قوي في المطاعم وما بنبقاش عارفين نعملها. دي سهله قوي. انت بتجيبي زيت، يعني مثلا هنقول لو هتعملي 3 4 معالق شطه حطي لهم نص كوبايه زيت. بتحطيها على حط الزيت على النار لما يتقدح، وبعد كده تروحي نازله بالشطه تديهم تقليبه بسرعه، وتروحي طشهم بالخل. وبعد كده بتزودي تحطي معلقتين صلصه من اللي انت عاملاها للكشري زياده معاهم،
وبتقلبيهم وتسيبيهم بياخدوا غلوه بقت شطه زيت 10 على 10. بالنسبه للعيش، العيش اللي احنا بنشوفه، العيش المحمص اللي احنا بنشوفه ده عيش اللي هو العيش الشام الابيض، بتقطعيه وممكن تقليه في زيت البصل اللي انت عملتي فيه البصل الكشري عشان ياخد من طعم. تصفي البصل وتاخدي الزيت بتاعه تقلي فيه العيش، بيطلع حلو قوي. ولو ما عملتوش في عيش البصل ممكن تقليه في اي زيت تاني، بس اول ما يطلع اديله رشه كمون عشان ياخد معاك الطعم ويبقى من طعم. وبالهنا والشفا لكل اللي يأكل. الست شروق عاوزه قرص بالشمر. هي القرص عجينتها واحده بس، ان في ناس عاوزاها بالشمر، في ناس عاوزاها ساده، في بالكمون، في بالسكر، زي ما تحب. هو كيلو دقيق بياخد 350 جرام سمنه، يعني هنقول مثلا كوبايتين سمنه كده من هي بتاعت الشيف. وبياخد خمير، نص معلقه خميره، وبياخد نص معلقه سكر، وبتعجن كويس قوي. وبعد كده بتسيبيها بتقطعيها، لو انت عاوزه تضيفيلها شمر بتضيفيلها الشمر في العجينه عشان تعجنيها معاها، وتمسكيها تقطعيها كويس قوي يعني مدوره، وبتعملي حساب الخمر هي هتزيد. وبعد كده بتسيبيها لمده مثلا ساعتين ولا حاجه لما تريح وتخمر، وتبتدي تخبزيها وبتبقى بألف هنا وشفا زي الفلوس. ميزو عاوز الفسيخ. اولا عاوز اقول لكم كلكم، كل اللي شايفنا وسمعنا، كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها علينا سنه سعيده يا رب، على المسلمين والمسيحيين وكل مخلوق على وجه الارض، ربنا يجعلها عليه سنه سعيده، والدنيا تبقى ربيع فعلا وكلها ورد وكلها حب. شم النسيم ده يعني حاجة حلوة قوي، الناس بتخرج وبتتقابل وبنروح الجناين وبناخد الفسيخ والرنجة والعيال والحرنكش والخرشوف والبصل الأخضر والخس، ونهيس ونطلع على الجناين نجري نشم الهواء النضيف ونقعد كده ونفرح بيوم شم النسيم. الفسيخ بتاع شم النسيم عشان تعمليه لازم تعملي حاجتين، تتأكدي كويس قوي ان السمك اللي انت جبتيه يكون سمك مش بايظ، يكون سمك حلو كده وشكله نضيف ومغششه حمرا وزي الفل. تاني حاجه لازم البوري بالذات يتعمل مقفول. امير، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ امير. تعرف انا تعبت عشان خاطر اكلمك وطلع العيب عندي انا اللي كاتم الصوت. والله العظيم بس ما كنتش اعرف والله. اهلا وسهلا يا استاذ امين، انت منورنا بجد بجد، انت اللي منوره وكنت وما زلت وطول عمرك منوره الدنيا يا ست غاليه. ربنا يخليك ويخلي اللي عندك كلهم، انا شايفه حواليك عيال زي القمر. انا بسلم على الاستاذه اميره وكل الناس اللي عندك. ألو. وكل حبايبي اللي انا شايفهم وشايفيني والناس الحلوه اللي عندكم كلهم، ان شاء الله تسلم من كل وحش. بس بجد وبامانه وربنا يشهد على الكلمه اللي اقولها لك دي، الناس كلها بتحبك يا ست غالية. وانا بحبكم انا منكم. وعلى فكره بلا استثناء، كبير وصغير وست وراجل وشباب وبنات واطفال، كل الناس يعني. البرنامج بتاعك ساعه ما كان بيتعرض كنت بحس الناس كلها مستنياكي. ربنا يجبر بخاطرك. عارفه حضرتك حماتي قاعده جنبي دلوقتي هوريها لك، كانت بترن على مراتي في التليفون تقول لها الست غاليه هتيجي دلوقتي. اللهم صل على النبي. انت عارف المثل يقول لك ايه؟ انسانك الحلوة وحشتنا قوي. لا قولي المثل تاني عشان ما سمعتوش. بوس ايد حماتك قبل ايد مراتك. ابوس ايد حماتي؟ ايوه قبل ايد مراتك. انا مش ببوس ايد حماتي، انا كل ما بشوفها بنزل فيها بوس. تعرفي كده؟ اه والله زي ما بقول لك كده، وهبوسها قدامك دلوقتي. ربنا يخليها لك يا اخويا تروح لك. تعرفي ان مراتي بتغير من حماتي. ست الكل، احنا هنشوفك على التلفزيون امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله ادعوا لنا، ان شاء الله هنطلع تاني بامر الله ونشوف بعض تاني ونكلم بعض ان شاء الله، ربنا بس يأذن علينا بالخير. طيب انا ليا رجاء عند حضرتك. اتفضل امر. الامر لله، انا نفسي ان شاء الله لما ترجعوا تشتغلي تشرفينا هنا في بني سويف وعندي انا بالذات. انا رحت بني سويف للاثار وانا زعلت لما رحت بني سويف، انا ما اتبسطتش. ليه؟ انا اقول لك زعلت ليه. حضرتك لما نزلت بني سويف
انا بتمنى يعني ان الناس تاخد انطباع عن بني سويف، انطباع جميل، انطباع المدنيه، انطباع الحضاره، بني سويف جميله ورقيقه وحلوه زيك. لكن انت لما رحتي لقيتك قعدت في غيط، هو مش وحش، انا مش بقول حاجه لا، ولكن انا كنت بتمنى الصوره اللي انا قلت لحضرتك عليها. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. اقول لك على حاجه، في كل بلد فيها حضاره وفيها ناس متقدمين وفيها الخير وفيها الناس اللي بتقرا وبتكتب والمتعلمين وكل حاجه، بس ربك والحق انا رحت دورت على اصلي. يا ست غالية والله أنا بديك الحق، أنا بديك الحق لسبب واحد، البرنامج بتاعك كان لازم يكون متماشي مع الموقع اللي أنت هتروحيه، يعني موقع الست غالية موقع كلاسيكي، وده اللي خلاه يوصل لقلوب الناس، ما أنا بقول لك وصل بالسرعة الرهيبة دي لقلوب الناس. أيوة طبعا، فما كانش ينفع إن أنت تروحي مكان متمدن زيادة عن اللزوم أو مكان فيه حضارة قوي، كان لازم حاجة بسيطة توصل لقلوب الناس بسرعة. أنا لو قعدت أتكلم معاكي بجد مش هوفيكي حقك في الكلام الجميل اللي انا قلته على الناس، وشايفني اهو قعدنا نتكلم قبل حضرتك ما تطلعي عن كلاسيكيات الزمن الجميل، عن الحياه الحلوه اللي انت عايشتها لنا. إيه انا شاب صغير، انا عندي، بص انا عندي 35 سنه. طب ده انت صغير اهو وشاب اهو. انا كنت بتمنى اعيش في زمن غير الزمن، الزمن ده اللي هو زمن الست غاليه اللي هي بتصنعه، انا حاليا بصنعه مع اولادي، انا بخلي اولادي يعيشوه. طبعا الخضره والزرع والارض الطيبه. لا زرع ايه بقى، تفضلي في الزرع يا استاذ، احنا ما عندناش زرع، الزرع في الارياف مش عندنا. ده احسن حته الارياف. طب انا بتكلم معاك، حتى لو رحت امريكا مثلك هتحن للارض والطين والزرع والفرن. يا ست غاليه، ارجع واقول احنا بنحبك والله، بنحبك، وكل اللي بتعمليه حلو وكل اللي بتعمليه جميل وبنعشقه. انا باخد عيالي وباخد المدام في رمضان قبل الفطار، وبنروح نفطر على النيل، وساعات ندور على غيط، المدام هي ست عشان تشوفيها، يعني الحمد لله ناس برضو فلاحين يا عم. احسن ناس، ما انا صعيديه وانت فلاح والطينه من العجينه. ده جميل. انا بقول لحضرتك في رمضان بنقعد على النيل كده ونفطر، ومبقاش فيها في الطريقه اللي انا وهي بس، ونشوف اي زراعه اي غيط وبنقعد وبنفطر فيه. ذمتك لما بتقعد، انت لما بتقعد كده في الغيط كده وقلبك مش بيتشيل. طبعا طبعا، ما انا بروح افطر هناك ليه؟ ده قلبي بينشرح وبصنع لحظات جميله. يعني انا كان عندي حق لما رحت بني سويف عشان قلبي ينشرح. بس برضه لازم تيجي عندنا بقى ان شاء الله، هاجي عندكم زي ما شفنا الريف والاصاله والارض الحلوه والست الطيبه اللي قلبها كان كله خير استضافتنا، هنشوف برضو المدينه والناس المتقدمين وكل حاجه. اقول لك على مفاجاه كده حلوه كده، انا بطبخ على فكره. اللهم صل على النبي. طب انا بقى راح اعمل ميه في حد السقايين. بطبخ والله، ولو عايزاني اقول لك بقى، بصي بقى احلى حاجه بعملها ايه، بعمل بط كباب حله. بط كباب حله، البط المكمول. ايه رايك بقى، مراتي علمته لي، وبس انا الحمد لله يعني انا نفسي في الطبيخ حلو ونظافتي حلوه وبطبخ حلو جدا جدا، بس طبعا البركه في الله عز وجل، ثم في الست غاليه اللي حببتني لا فيها لا لا، وفي البركه البرنامج في اللي وفي عندك، الدنيا كلها. البركه في اللي عندك، ربنا يخليها لك ويكتر لك ويزيدك من نعيم الله ويخلي لك ولادك. انا هديها لك يا ست كل برضه عشان عايز اسلم عليك، عشان ما ابقاش اناني، لكن انا لو عليا مش لا عايز لا لا، ازيد. انت على ده، انا اتكلم معاكم للصبح. اي يا ست الكل، ازيك؟ ان شاء الله تسلمي يا اختي. وحشانه والله كتير. ده بيعرف كل حاجه بيعملها ده. طيب اعزموني عندكم بقى كده ونعمل دكرين بطي كله حلوين كده. تنورينا، واعمل لك اللي نفسك فيه كله. ان شاء الله تسلمي. اهل بني سويف اهل الكرم وناس طيبين. ربي يخليك يا ستي، يا ربي يخليك. ده انا متابعاكي من زمان، من ساعه ما الحلقه بدات والقناه فتحت وانا متابعه كل حاجه فيها. ان شاء الله هنرجع تاني مع بعض ونشوف بعض ونكلم بعض باذن الله قريب، يعني ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله يا ست غالية، ونفسي تيجي عندنا هنا بني سويف تاني وتشرفينا انت والقناة كله والجروب كله. ان شاء الله، ده انا كمان هبعت لك صور حلوة قوي هتعجبك. بصي، مش عارفة صور غالية زعلانة وفرحانة؟ ايوه عارفاها. شفتي ادي صورة غالية ايه وهي بتضحك، هديها لك وهي بتضحك. ايوه انا، يا رب يخليك يا ست غالية. عشان انا فرحانة بيكي النهاردة. انا عندي على الفيسبوك، عندي هنا برضه. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. يا رب يخليك يا ست غاليه، واحنا بنحب اكلك جدا على فكره. انا بحبكم قوي قوي. هو انا
ولسه لسه من قريب عامله الكحك وجبت البنات ولادي وقعدت اقول يا كحك العيد يا اسطى. يا رمضان لسه اول امبارح والله عندنا اقول يا كحك العيد يا مسكوي. ربنا يهنيكم يا ست غالية. اقول لك على سر حلو بالنسبه للمحشي. اتفضل. محشي البذنجان تعملي فحمه كده تولعي فيها كده وبعدين تحطيها فوق المحشي البذنجان وتقفلي عليه بالغطا وتفرجي هيديكي طعم الكباب. اللهم صل على النبي. لا ده انا لازم لما اطلع واعمل البرنامج اجيبك تعمل لي طبخ. وبعدين بجد جربيها والله هتعجبك بجد. جنان جنان جنان. المدام بتقول لك هتحطي نقطه زيت على الفحمايه. عشان تعمل دخان زي ما بنعمل الكفته كده. ايوه بس والله كباب 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 حكايه حكايه بجد. ما هو احنا الكباب ده بالنسبه لنا يعني ايه بنشمه على ريحه الفحم. بصي بقى اديكي مين بقى. اديكي حماتي اللي معلمانا كلنا وانت بتقولي لي بوس ايديها. انا ابوسها قدام الناس في بعض. السلام عليكم يا ست غالية. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين معايا؟ ده عم ناصر. استاذ ناصر. السلام عليكم يا ست غالية. يا اهلا وسهلا. ازيك يا ست غالية؟ يا ست غالية وحشانة. انت اللي وحشني. شكلك صعيدي كده اللغة بتاعتك بتقول كده. ازيك يا ست غالية عم ايه؟ الحمد لله بخير. وحشانة والله يا ستي بس ما يشتغل عندينا والله خسارة. ربنا يخليك. انا قلت لك تخزين التوم مخصوص عشان عجينة السمبوسة العجينة بتاعت السمبوسة عشان خاطر الست حنان. انت ممكن تجيبيها جاهزة وتلفيها باللحمة المعصجة احجبها وتقليها او ممكن تحشيها خضار اي حاجة. اما العجينة نفسها فهي سهلة او عجينة عادية او النص كيلو دي بتحطي عليه بالظبط نص رطل ميه. بتحطي معاه يعني ممكن تقللي الميه شويه عشان هنحط زيت نص كوبايه زيت. بتحطي شويه ملح ما بتحطيش خميره. بتحطي نص كوبايه ملح. بتعجنيها تبقى ملمومه ملمومه في ايدك مش معلمه ممسوحه كده وجامده وحلوه. بتمسكيها تقطعيها وتسيبيها تريح. تفرديها بالنشابه. تفرديها بالنشابه. بعد ما بتفرديها بالنشابه بتبقى عامله زي رواق البلد اللي احنا بنخبزه. بتكون عند الجريلا او تعمليها على ظهر صينيه. تقلبي الصينيه تخلي قعرها لفوق ووشها لتحت على النار وتخبزيها عليه. بس بتحطي تلات اربع رقات فوق بعض عشان ما تستويش منك. يا دوبك تشمميها كده النار وتشيلي. تشمميها النار وتشيلي. وبعد كده تبتدي تقطعيها وتبتدي تسويها وتحشي فيها. هقول لك ممكن لو ما عندكش جريلا مدوره تعمليها ازاي. تجيبي مثلا صينيه زي دي وتقلبيها كده على الظهر. هتبقى النار من تحت جواها وهي مقلوبه كده. بس طبعا بتكون صينيه حيطانها مش عاليه كده. صينيه مدوره حيطانها مش عاليه تكون حيطانها واطيه. وتبتدي بعد ما تفرديها وتبقى رقه كبيره تبتدي تحطيها عليها وتشيلي. يا دوبك تشكشك سنه ما تسيبهاش تستوي. يا دوبك تشكشك منك سنه وتروحي شايله. بتحطي ثلاث اربع طبقات فوق بعضيهم عشان خاطر ما تستويش منك قوي. بعد كده بتيجي بتروحي مدعاها بالزيت عشان تبقى معاكي طريه وتبتدي تقطعيها. بتبقى معاكي سهله قوي بالنسبه للعجينه. لو اخترتي في العجينه وما عرفتيش هي ممكن تلاقيها جاهزه. ازيك يا بنت غالية؟ الحمد لله. حبيبي ايه؟ الحمد لله. انا مي بنت امير. ازيك يا مي؟ الحمد لله. والله العظيم يا ست غالية انت اكلك جميل جدا والبرنامج بتاعك انا بحبه. وانا بحبكوا قوي قوي قوي. خدي تيتا ايه؟ اديني تيتا البركة. ازيك يا ست غالية؟ ازيك يا ست الهوانم؟ عاملة ايه وحشانة؟ ان شاء الله ما تشوفيش وحش. انت ازيك وزي برنامج جميل جدا قوي وانا بحبه يعني معجبه بيه قوي. الله يخليك. انت اللي احلى وتيجي عندي مطبخ وتعملي لي اكله من ايديك الحلو. على فكره انا والدتي اسمها الست غالي. اللهم صل على النبي. وانا طول يا اختي يبقى اسمي على اسمها. كل شويه اقول لها نبطه بنت الست غالي.
اكلك جميل جدا وبنحب نعمله على طول والله. والكحك ده على فكره يعني هوايه عندي كده، بعمل الكحك على طول. طب ده انت شاطره. واكلك الجميل كله. وعايزين بقى نشوف البرنامج بتاعك يرجع للقناه تاني ان شاء الله بامر الله. تبقي تيجي تعملي معانا الكحك والبسكوت وتجيبي لنا طبق حلو من عمايل ايديك. عينيا. ده الكحك بتاعها. عينيا. وبن السفره ان شاء الله تنور لما انت تجي والله. ان شاء الله ما تشوفيش وحش، ده منوره باهلها طيبين. غاليه يا رب يخليك. معاك الاستاذ اميره. ده بجد انت بنشوفك على الشاشه كده، على فكره ابتسامتك الجميله سبحان الله من كتر ما بحبها انا والمدام عندي كده وبنتفائل بيها، ربنا رزقنا بنت نفس ابتسامتها. ربنا يخليك، ربك رب قلوب. وبجد ولما ان شاء الله نشوفك وتشوفينا باذن الله هتقولي فعلا ليك حق. ان شاء الله اول ما نرجع بالبرنامج اول ناس هزورهم في بني صوف انت، وده وعد مني ووعد الحر دين علي. ده وعد ان شاء الله. بامر الله. انا بحسدكم على الاستاذه اميره واخلاقها العاليه. ربنا يخليك بجد، زي ما بيقولوا الطيبين للطيبات، واذا البرنامج بتاعكم كله طيب. احنا كلنا زي بعض والله، كلنا زي بعض، احنا زي كلنا زي كلنا مصريين وكلنا اخوات وحبايب ومسيحيين ومسلمين، كلنا اخوات وحبايب مفيش. يا ست غاليه الناس بتسالني انتوا البرنامج بتاعكم مش البرنامج القناه اختفت مره واحده ليه؟ من غير اسباب من غير اي حاجه. لا هو حصل علينا تشويش، كانت القناه بتقطع وفيها تشويش ومن النايل سات يعني، وما قدرناش ان احنا نسيطر عليه، فعشان كده احنا ريحنا شويه لحد بس ما نقدر ان احنا ناخد تردد جديد ونبتدي نطلع تاني. ام محمد من الاردن. من الاردن، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحبايب من الاردن. الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. الحمد لله انتوا وحشيني قوي حبايب العرب، وحشيني قوي قوي. من الصدق من رمضان ما فتحتش التلفزيون عشان اسمها تطلعيش بيه. يا حبيبه قلبي ده انا جيلك لحد عندك، ربنا يصلح الامور والحدود تتشال وتلاقيني عندك على طول. كنت دائما افتح التلفزيون بس مشان اتفرج على برنامجك، من ساعه ما بطلتي خلص سكرته وبطلت افتحه. قلبي ان شاء الله ادعي لنا كده بقلبك الطاهر وحنكك السكره نرجع على خير ونتقابل ونتكلم تاني. ان شاء الله ارجعي لنا بالسلامه ان شاء الله مشان ارجع افتح التلفزيون. كلها نشوف بعض ونتكلم. ادعي لابني بالصين، سافر على الصين دكتور، يدرس دكتور، ادعي له. ربنا يديهولك بالف سلامه ويبقى كده احسن دكتور في الدنيا. ويرجع لك سالم غانم ان شاء الله. ما خلفتيش غير البنتين؟ لا حلوين رضا من الله. الحمد لله. انا بنتي الصغيره نجحت وطلعت الاولى على المدرسه. خلفينا صبي. ان شاء الله يا رب كده، انت بقى اللي تدعي لي تطلع دكتوره زي ابنك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلتقي على الخير يا رب. يا رب يا ست الكل، ما تأمريش باي حاجه، حلت محشي، طبقه سد الحانك، رز بلبن. والله ما بتقصروا، كل اكل الاكل كله زاتي وبتساويه مليح والله العظيم. يعني أنا صحيح إن التلفزيون لغيت وعندي ثلاث تلفزيونات ولا منشغل تلفزيون من ساعة ما بطلتي تطلعي. يا حبيبة قلبي المرة الجاية إن شاء الله لما أقعد عشان أكلمكم لازم تكلميني وأكون جايبة لك حاجة حلوة كده ليكي. الله يرضى عليك وخليك إن شاء الله. إن شاء الله تسلمي لي من كل وحش أنت وكل حبايبي في الدول العربية. الله يسلمك حبيبتي. هنعيش طول عمرنا إخوات وحبايب. أكيد أكيد والله بحبكم وبحب مصر وبحب كل الوطن العربي. ومصر دايما بتحبك وبتعشق ترابها. الله يسلمك، احنا ساكنين بالاردن بالرمثة على حدود سوريا. اه سوريا، ربنا يفك اسر سوريا وينصرها، امين يا رب. امين 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 امين، امين يعني بنسمع. امين يا رب حبايبنا. بنسمع المدافع اللي عندنا هون، بتلاقيها البيوت والابواب والشبابيك بتهز عندنا من الصوت. اه ربنا يدعيهم الله، ادعوا لهم ادعوا لهم. سامعنا يدعي لسوريا واخواتنا في سوريا بالنصر، وربنا يفك اسرهم يا رب ويعدي يومهم على خير. امين امين امين. انا بحبك كثير، وحتى من كثر ما بحبك بناديني جوزي الست غاليه. اللهم صل على النبي. ربنا يخلي لك جوزك. الله يسلمك، هو من كثر اني ما بحبك وبسولف بيك بقول لي ستي غاليه بناديني. خلي لي جوزك يا رب، ربنا يخليه. الله يرضى عليك ويطول بعمرك ويخلي لك بناتك ويرزقهم ان شاء الله اخو. ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك،
وتحياتي ليكي ولكل حبايبنا ولكل البذور اللي عندك ولكل كل حبايب حبايبك. الله يرضى عليك. إليك ايميل خاص ستي غالية على الفيس؟ الصفحة اللي احنا بنتقابل عليها حضرتك اكتبي لي عليها. الصفحة الرئيسية بتاعتنا هي دلوقتي عدت 90,000. اللي عاوز يكتب لي عليها هي الصفحة الرئيسية اللي برد عليها وبشوفها عدت 90,000. دي حضرتك راسلين عليها وكل ما تطلبيه أوامر. ان شاء الله ان شاء الله ما بتقصري. الله يخليك، انت شرفتينا وانستينا. اهلين. الله معك. الله معك حبيبتي. اهلين بيكي. اهلين. الله انا فرحانه قوي لكل الناس اللي بتكلمنا، وبقول يا رب الغايب يرجع وكل واحد بعيد عن بلده يرجع لبلده، وكل واحد حبيبنا يرجع لنا بالسلامه ويسمعوا ويشوفوا الناس الحلوه اللي بتكلمنا والناس اللي مشتاقه لنا. نرجع بقى للفيس وحبايبنا اللي على الصفحه اللي طالبين حاجات لازم نقولها لهم طبعا عشان ما نزعلهمش. الست موده بقى بتقول لي يا غاليه انت غيرت نظام مطبخك؟ لا يا اختي وحياتي كل حاجه زي ما هي. ادي الاطباق اهي. كل حاجة زي ما هي. اهي. اطباقي وحللي ومطبخي ومشنتي وكل حاجتي وكله كله زي ما هو زي ما انت شايفة. واحلى ما في الموضوع بقى يا ست مودة الاولاد بتاعتي زي ما هي ما اقدرش استغنى عنك. واحنا بقى دلوقتي ناخد الاستاذ وليد. يا استاذ وليد. استاذ وليد. طيب بلاش استاذ وليد مش عارف يوصل لنا. طب ينفع الاستاذ امير؟ ينفع طبعا انت بيضلك في القفص. والله بجد المطبخ منور. كلمها واللي انت عايزه. طيب ماشي الاستاذ وليد معاك. انا بس محتاج اكلمها. الله يكرمك. اتفضل يا استاذ وليد اتفضل. ماشي ربنا يخليك كلميها يا ماما. الو يا غالية. اهلا وسهلا. الو يا غالية ازيك؟ ان شاء الله تسلمي. ازيك يا غالية وحشانة والله. انتوا اللي وحشيني قوي قوي. الله يخليكي. الله يخليكي يا غاليه. انت عامله ايه؟ ايه؟ انا كويسه طول الناس كلها. الله يخليكي. كان نفسي اكلمكم كلها واسمع صوتك يا غاليه والله. انا اللي نفسي اشوفكم كلكم كده واخدكم في حضني من كتر فرحتي بيكم. الله يخليكي يا غاليه. الله يخليكي. انت عامله ايه؟ انا كويسه. قولي لي انت منين؟ انا ابو وليد يا غاليه. وليد اهلا وسهلا. قولي لي انت ساكنه فين؟ الله يخليكي. مامة وليد اللي كان بيكلمك دلوقتي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. والله انت عامله ايه يا ست كوز؟ الحمد لله. الله يخليكي. وانا قلت له نفسي اكلمها تاني راح جايبه يقول لي عامله ايه يا غاليه؟ الله يخليكي. الو ان شاء الله تسلمي. اي حد بقى بص يا ام وليد انا عاوزه دلوقتي اقول حاجه. اي واحده مش عارفه تكلمني ومش عارفه تخش على النت تجيب ابنها او بنتها او جارها عشان يقدر يوصل لي عشان اشوف كل ام وكل اخت وكل واحده قاعده في البيت. بتعالي نورينا في اسكندريه. احلى بلد اسكندريه. تعالي نورينا في البرج بقى ان شاء الله. ما انا رحت يا اختي ده انا رحت المرسى والعباس وشفت حاجة. احنا برج العالم. انا لما رحت المرسى ابو العباس صراحه كانت البلد هناك حلوه قوي. لا احنا برج العرب. بتعالي نورينا برج العرب ان شاء الله نروح لكم. الله يخليكي يا غاليه. الله يخليكي. ده انت تنوري البرج كله. اول لما نرجع هنروح لكل حبايبنا اللي وعدناهم ان احنا نزورهم. ست جيهان من ليبيا بعتالي السلام وبتقول لي يا غاليه انا بسلم عليكي قوي. انا كمان بسلم على ليبيا واهل ليبيا جيراننا واخواتنا. احنا الحيط في الحيط يعني فرق الكعب نبقى عند بعضينا وان شاء الله نشوف بعض كلنا قريب ونتجمع وامر الله نشوف بعض على خير ووشنا كده شغل حلو اشوفه ونتقابل ونقعد ونتكلم ونتسامر. البرنامج اللي احنا كنا عاملينه ده مش برنامج اكل مش اكل ده برنامج حب. برنامج خد وهات كده ونقعد ونحكي ونتكلم ونحب بعض وناخد وندي. كل الستات بتعرف تطبخ وكل الناس بتعرف تطبخ، لكن الحاجه الحلوه اللي كنت بحبها الحب. وانا كنت باجي اتعلم من كل يقول لي وصفه واللي يقول لي طبخه.
احلى حاجه كانت فيه الحب، وان شاء الله نرجع بالحب لكل حبايبنا. ست ام محمود بقى طلبت مني طلب يا رب اعرف ارد عليها. بتقول لي عاوزه منك اكله تعلمني الصبر، اكله تعلمني الصبر. عاوزه اقول لها على حاجه، يعني ان شاء الله الصبر موجود، ويعني انا اصبر وان شاء الله اللي يصبر ينول، وبامر الله هتفرج على الاخر. بس احنا بس نسلمها لربنا، ومصير كل واحد هياخد حقه والدنيا هتمشي، بس احنا محتاجين شويه صبر. فمش عاوزه اقول لك بقى انت تشكي وانا ابكي، لا ان شاء الله بامر الله الحال هتتعدل، ان شاء الله الحال هيتعدل ان شاء الله. نشوف الاستاذ ناصر. استاذ ناصر، هو مش الاستاذ ناصر اللي موجود دلوقتي، الاستاذ امير. استاذ امير ده شبطه شبت معانا، بسم الله ما شاء الله، مفتوحه معاه على الاخر، يعني حظه حلو. الست هايدي بقى بتقول لي يا غالية لما بشوف برنامج بحس بالدفى، والله أنا اللي بتونس بيك، وأنا اللي بدفى في حضن كل المصريين والعرب اللي بيكلموني، والكلمة الحلوة اللي بتبقى على راسي، وبيدوني صراحة كلام كتير عليا قوي، فأنا بحبكم كلكم وأنا اللي بتونس بيكم أكتر. الست بسمة عاوزة طريقة الكرش. أستاذ ناصر، أستاذ ناصر، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه معاك غالية. دوختنا يا راجل عبال ما عرفت نوصل لك. والله الحجز مكتوب اللي عايزه اللي باقي. على راسي. الله يخليكي، تعالي. تعالي سلم عليها. تعالي ده احلى حاجة السعيدة والناس الطيبين. معاك هي يا ست غالية. ازيك يا قمرة؟ الو. الو ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. مش كويس؟ الحمد لله انا كويسه برؤيتك. خبر مش باين على التلفزيون ليه؟ ان شاء الله ادعي لنا، ان شاء الله هنطلع قريب ونشوفكم. والله وحشتيني يا ست غالية. ان شاء الله ما تشوفيش وحش، ده انتوا اللي وحشيني واهل السعيد كلهم وحشيني. والله اول مره اشتغل في برنامج معاك ست غالية. الله عليكي. بقول لك ايه بقى، انا عاوزاكي تقولي لي طريقه الكشك الصعيدي الاصلي بتاعتكم. والله ما اعرف يا سيدي غالي، عشان ما بحبوش ما اعملوش. خلاص طب انا اصل يا ستي بوسي بقى طالبه الكشك الصعيدي، وانا هقوله لك بقى يا ستي بوسي. انا كان نفسي بقى انت اللي تقوله لنا بما انك سعديه. ما تتكسفيش يا قمرة، ما تتكسفيش، اتكلم اتكلم. خلاص خلاص هويس. ايوه يا ست غالية، عايزة طريقة تخزين الثوم في الديب فريزر. انا لسه قايلها لكم بس هقولها لك تاني. جيب الثوم وامسكيه، شيل الراس بتاعته، وشيل العيش الاخضر، وشيلي اول ثلاث قشرات لو ما يكون لسه اخضر زي البصل. شيلي اول ثلاث قشرات من عليه من فوق عشان ما يبقاش ناشف، وحطيهم وكسريه وحطيه في الكبه لو عندك كبه، وحطي معاهم معلقه ملح وشويه زيت، بس زيت مش كتير، واضربيهم في الكبه وحطيه في اكياس، وطلعي من كيس الهواء كده وبططيه واقفليه وحطيه في الفريزر، هيطلع معاكي زي الفل ومش هيجمد ويطلع مفلفل. شكرا يا ست غالية. وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. هو الزيت بنحطه عشان ما يخليهوش يجمد في التلاجة زياده ويبقى زي الحجر، لما تيجي تستخدميه تطلعي منه على قد ما تقدري، يبقى سهل في التكسير، وفي نفس الوقت يحافظ على لونه ما يخليهوش يسود او لونه يخضر قوي. بوسي عاوزه طريقه الكشك الصعيدي. الكشك الصعيدي هو بيبقى كور، بتلاقيه بيتباع في اي حته كور كده، كور مدوره لون القمح. بتجيبي كورتين ثلاثه على حسب ما تحبي، بتحطيهم في شوربه لحد لما يبوشوا، هتلاقوهم فكوا كده وباشوا. بتزودي الشوربه شويه، تسيبيه ياخد فوره على النار لحد لما، لان هو بيبقى مبروم على قمح فهتلاقي فيه بعض الحتت الناشفه، لحد لما يستوي كويس. بعد كده طبعا بتكون الشوربه حيقه بالملح والفلفل وكل حاجه فيها حلوه. بعد كده بتروحي جايبه معلقتين دقيق مع معلقه زبادي،
تضربيهم مع بعض كويس قوي، تبتدي تنزلي بيهم خيط كده سنه سنه مع الكشك وتقلبي لحد الكشك ما يلف معاكي، وبعد كده تكوني عامله بصله مبشوره وتكوني محمراها، يعني تحطي تكوني محمراها زي بتاعه البصاره كده، واول لما تغرفيه تبتدي تحطي فوق وشه على طول، بيبقى طعمه حلو قوي وجميل. ممكن تحطي من نفس البصله دي لو حبيتي معلقتين معاهم بعد ما احمروا مع الكشك في قلبيه وهو بيستوي، والنص التاني تحطيه عليه زي ما بنحط على البصاره كده. الفايش الصعيدي سالت لنا عليه برده جنة، الفايش ده بقى ده لازم بتربي له خميره 24 ساعه ما فيهاش كلام، بالمحلب والحمص واللبن بتعملي له خميره تتربى 24 ساعه تعلى، وبعد كده تبتدي تعجني عليها. ما ينفعش غير كده، بتجيبي محلب، بتجيبي حمص، بتجيبي لبن وتبتدي ودقيق، وتبتدي تعجنهم مع بعض وتسيبيهم لما يخمروا لحد تاني يوم. بتبتدي تاخدي العجينه دي مع الكركم الاصفر، بتبتدي تاخدي العجينه دي تعجنيها على مقدار الدقيق اللي انت عاوزاه 2 كيلو 3 كيلو زي ما تحبي، وتمسكيهم تعجنيه كويس قوي، وبعد ما يتعجن تقطعيه وتبتدي تسيبيه يخمر تاني لما يعلى، وبعد كده تخبزيه، وبعد ما يتخبز يطلع يبرد، وبعد ما يبرد يتقطع، وبعد كده ترديه تاني للتحميص. هو مشواره طويل شويه بس مع التعود هيطلع معاكي كويس. اميره بتقول لي كفته السمك عملتها وباظت مني. السمك لازم يكون متصفي 100%، يعني لو هتعمليها بسمك فيليه لازم تكوني السمك ده لو اللي هو المجمد بتسيبيه يفك خالص وما يبقاش فيه ميه، تحطي لازم كفته السمك، السمك لو طولتي تمسكي السمك تحطيه في شاشه وتعصريه كده عشان ينزل كل ميته يبقى احسن، لان كل ما كان السمك فيه ميه كل ما الكفته فكت منك في الزيت. لازم يبقى السمك ناشف كويس قوي. بتحطي معاه البقدونس، بتحطي معاه الثوم، بصلايه صغيره، البهارات اللي انت عاوزاها، بتحطي معاهم كوبايه رز مطحون. كيلو السمك بتحطي عليه كوبايه رز مطحون، يعني تجيبي الرز تطحنيه وبعد كده تسيبيه ينشف وتروحي حطاه، بيبقى زي البودره زي الدقيق، الرز زي الدقيق، وتحطيه وتسيبيها تريح هتمسك، وبعد كده تبتدي تكوري وتنزلي بزيت سخن، هتبقى معاكي زي الفل. ممكن تعمليها بالبيض والبقسماط برده للي حبيتي، تحطي بيض وبقسماط وتقليها مفيش مانع، لان السمك من طبيعته ما بياخدش سوى. بس ما عاوزه طريقه الكرشه والموزه. الموزه دي ممكن تعمليها في فته، ممكن تعمليها في باميه، ممكن تعمليها طاجن في الفرن، ليها كذا طريقه. الموزه لما بيكون موزه صغيره، يعني بتاعه لحمه تكون صغيره، عجل بتلو صغير كده وجميل، او لحمه كدوس صغيره، بتجيبيها لازم تسلقيها الاول، لان هي هتلاقيها مدوره ومن جوه كده تلاقي فيها عروق شويه، اللي هي بتبقى ايه لما بتستوي تبقى عامله زي الملبن كده زي الجيلاتين كده، فلازم تاخد غلوه الاول على النار تستوي، لان لو دخلت في اي خضار او في اي طماطم هتجمد وهتاخد منك سوا، ممكن الخضار يستوي تاني ويكون هي لسانها، فانت لازم الاول تاخديها فوره تستوي بالملح والفلفل والبهارات والكرفس وجزرايا وكل الكلام الحلو اللي احنا بنحط ورق اللون الحبهان، وبعد ما تستوي معاكي نص سوا بتبتدي تدخليها في طاجن او تدخليها في باميه في الفرن زي ما تحبي. وبالنسبه للكرشه، الكرشه بتمسكيها تطلعيها، لو انت بتجيبيها نضيفه بتتباع نضيفه دلوقتي، وفي لو انت مش جايباها متنضفه ولسه عليها الفروه السودا بتاعتها بتحطيها في ميه سخنه مع معلقه كربوناتو، الميه ما تكونش بتغلي، الميه تكون منمله، لان لو الميه بتغلي هتنزل فيها الكرشه تجمد مش هتنضف، الميه تكون منمله، انت عارفه انت بتحط الحل على النار كده وتلاقي كده تنمل كده تطلع في قفيق صغننه كده منمله صغننه كده، هي كده تبقى الميه كده ومعاها معلقه كربونات في قلب الميه، تحطي الكرشه تسقطيها تطلعيها تديها بالسكينه عكس الفروه تنضف معاكي تبقى زي القشطه. بعد ما تشيلي من عليها الفروه السوداء اغسليها بالخل والملح والدقيق واشطفيها كويس وحطيها في مصفى، وبعد كده ابتدي اسلقيها، وبعد ما تتسلق لان هي فيها الياف وناشفه، بعد ما تتسلق ابتدي بقى حطيها في طماطم، اعمليها في الفرن طاجن زي ما تحبي، بس هي اساسياتها زي ما قلت لك كده.
مية عاوزة طريقة الرقاق، عاوزاه يا مية باللحمة ولا عاوزاه بالخضار؟ هو الرقاق عجينة الرقاق سهلة، هي مية وملح ودقيق بس، وبتبقى جامده زي العجينه بتاعت البيتزا بالظبط. شفتي عجينه البيتزا لما بنعجنها وما بتبقاش معلمه في ايدينا؟ زيها بالظبط عجينه برضو الرقاق، بتبقى ناشفه شويه مش معلمه في ايدينا، ممسوحه وجامده كده وحلوه. بتمسكيها بتحطي على الكيلو الدقيق برضو نص رطل ميه وذره ملح صغيره، بتعجنوهم كويس قوي لما العجينه تنعم تسيبيها تريح، تقطعيها وتسيبيها تريح، وبعد كده تبتدي تفردي الرقاق بالنشابة، ترش دقيق تبتدي تفردي عشان ما تلزقش منك لحد ما تبقى رقيقة خالص خالص، وبعد كده تبتدي تخبزيها في الفرن. فرن البوتاجاز ما تنفعش، اي رقاق عجينة خبيزي الرقاق في الفرن لا، ليه؟ هتنشف منك ومش هتبقى حلو. هو ممكن فرن الخبيز اللي طالع ابو انبوبة ده تخبزي فيه يبقى حلو معاكي قوي. ينفع معاكي لو فرنك ليه شعلتين من الجنب مش تحت بس، لو فرنك ليه شعلتين من الجنب او ليه شعله فوق وشعله تحت ينفع تبقى مولعه الاثنين، عشان هو اول ما بتدخلي الفرن اول العجينه ما تشك معاكي كده ولونها يا دوبك ها يمسك تروحي مطلعاه. ده بالنسبه لخبيز الرقاق وعجينته، عجينته سهله خالص وخبيزه سهل. شمس بقى قالت لي كلمه حلوه قوي، قالت لي يا غاليه انت بتفكريني بالزمن الحلو والخير والبيوت الحلوه. والله انت اللي بتفكروني بكل حاجة حلوة، والخير موجود كل بلد انا رحتها ورجلي دبت فيها لقيت فيها خير. كل الضيوف اللي جات لي هنا المطبخ وكل بلد زرتها وكل واحد قابلته في برنامجي انا جمعت ده كله وعملته حاجة حلوة قوي، دي هتبقى لكم مفاجأة ان شاء الله هتشوفوها قريب. كل ضيف جالي وكل حد كلمني وكل محافظة رحتها جمعنا كل ده وعملناه حاجة حلوة قوي ان شاء الله هتشوفوها قريب بأمر الله. فهد عاوز بقى الرز بالخلطة والعيش البول اللي هو العيش المقلي. بص يا فهد، طبعا ربنا يعني يكرم كل واحد. الرز بالخلطة بيحب دايما يا اما شوربة لحمة كونداني وده بيكون حلو، يا اما شوربه رومي يا اما شوربه يعني اي شوربه ممكن يمشي معاكي اي شوربه على فكره، بس هو دايما بيحب الحاجات اللي السمينه يعني. فالرز بالخلطه سهل، بتجيبي اللحمه بتحطي بتسلقيها في ورق لوري في بصل في الخلطه بتاعه الكبسه دي بتتباع عند العطار، ليمون الناشف مع القرنفل معاه القرفه مع الحبهان مع اللوري مع كل حاجه، بتتسلق اللحمه ومعاها كل ده، وبعد كده بتقومي شايله اللحمه وتروحي حاطه الشوربه دي كل اللي فيها على الرز، بكل اللي فيها بتاخدي كل اللي فيها ده ومعاه شويه شوربه بتحطيها على الرز مع مقدار الرز. ممكن لو انت عاوزه الرز يبقى احمر ممكن تبشري بصلايه مع معلقه صلصه تحمريهم على النار وتنزلي بالرز ومعاها الشوربه برده بكل حاجتها. اول الرز ما بيتشرب على اخر 10 دقايق بتروحي جايبه اللحمه غرزاها فيها وتسيبيهم الاثنين مع بعض ياخدوا اخر 5 دقايق في السوى، وبعد كده يبتدي يغرفيهم كلهم مع بعض تبقى اللحمه جوه هي بتبقى جميله قوي. عندك مكسرات حطي، عندك سنيبر اي حاجه تحبيها اضافات زي ما تحبي. بالنسبه للعيش البوري، العيش المقلي كذا نوع، في عيش هندي وفي حاجات كتير قوي. فالعيش ده بيبقى سهل قوي، بتحطي مثلا هنقول من نص كيلو دي عليه كوباية لبن دافي، عليه بيضتين، ده بيتحط له بيض، العيش اللي بيتقلي. أنا شخصيا جربته، علمته لي واحدة صاحبتي حلوة قوي، جربته طلع حلو قوي. بتحطي بيضتين، معلقة يعني رشة ملح، رشة سكر، خميرة، ويتعجنوا مع بعض كويس قوي سواء بإيديك أو لو عندك عجانة، وبعد كده بتقطعيهم، وبعد ما بتقطعوا بتقطعيه كور صغننة، كور صغيرة كده ما تزيدش عن يعني قد الليمونة كده، عشان هي لما هتخمر وهتتبطط يا دوبك يبقى رغيف حلو كده. وبتمسكيه بعد كده بعد لما بيريح بتنشبيه بالنشابه لحد ما يوصل حجمه لحاجه صغيره كده، رغيف صغير مقطقط كده، وتسيبيه يخمر تاني. وبعد كده لما يخمر ويريح بيكون في حله فيها زيت كتير، وتبتدي تنزلي تحطي الرغيف في قلب الزيت بيبتدي يعلى معاكي ويستوي يبقى زي كده. حسن عاوز صينية العجة. بص يا حسن، العجة سهلة قوي.
العجة سهلة قوي. العجة بيبقى بيض، بصل، بقدونس، ممكن تحط كزبرة لو حبيت، شوية دقيق، ملح، فلفل، بهارات، كمون. بتبقى سهلة قوي 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 وجميلة. بتحط قد ايه بقى؟ يعني مثلا لو هنقول 6 بيضات هنحط عليهم بصلتين حلوين كده، هيبقى بصلتين حلوين، هيبقى مثلا 4 معالق دي مليانين بقدونس ومعاهم شويه كزبره وشبت الخضره اللي تحبيها. هنعملهم ازاي؟ هتجيبي البصل وتحمريه، تخرطيه وتحمريه في الزيت، هتسيبيه يبرد. بعد لما يبرد، عشان ما تحطيش عليه بيض وهو سخن، البيض يستوي لازم الزيت يبرد. بعد الزيت ما بيبرد بتروحي حاطه البيض ومعاه الخضره ومعاه معلقتين الدقيق، وبتروحي مقلبه ده كله مع بعضه. وممكن تحطي سنه بيكنج باودر عشان تنفش معاكي، لان احنا مدخلين فيها دقيق عشان تنفش معاكي ومتبقاش مكتوب. في ناس مش بتحب، على حسب ما تحبي. وتروحي حاطه ده كله صباه في صينيه وبتدخليه الفرن وبتسيبيها تستوي، وبتطلع معاكي زي الفرن. الست كيكي عاوزه الحمام المحشي. الحمام المحشي سهل قوي. انت طبعا بتجيبي الحمام بتجوفيه. اقول لك يعني ايه تجوفيه؟ بتفتحي ما بين الصدر والجلد، يعني تفتحي كده، بتجيبي تيجي في الحنفيه وتروحي مدخله الحمام رقبه الحمامه من هنا، والضغط بتاع الميه بيروح يخليه يفتح بس من غير ما يتقطع منك. وبعد كده بتعملي له سواء هتحشيه فريك او هتحشيه رز. لو هتحشيه فريك بتجيب الفريك بتكوني نقعاه قبلها مثلا بساعتين، غسلاه ونقعاه كويس. بتروحي تشوحي الفريك مع شويه ملح وفلفل وبصلايه مبشوره على النار ومعلقتين سمنه، يتشوحوا ياخدوا ريحه حلوه. بعد كده بتنزلي عليهم بشويه ميه عشان الفريك يستوي، لان الفريك بياخد سوا. اول الفريك ما يستوي كده وتدوقي تلاقيه كده بينضغ تحت اسنانك وحلو ومستوي، مش معجن، مفلفل ومستوي. بتروحي ماسكه الحمام، وهتروحي ماسكه الحمامه من جوه، تكوني عامله لها حاجه حلوه قوي عشان الحمام يبقى متطعم، طماطميه مبشوره كده بالملح والفلفل، وتروحي ماسكاه من جوه كده دعكه كده، عامله له كده ايه دعكه كده من جوه بالخلطه دي، وتروحي حشيه. وبعد ما تحشيه تروحي جايبه رجل من الحمامه حطها في فتحه الحمامه، وتروحي مشكله الرجل الثانيه، بيبقوا كده عاملين كده بالظبط زي عرجه وعريجه كده. والزور من فوق ما تربطيهوش بحاجه، هو اول ما ينزل في الميه هيضمر وهيقفل. وتسيبيه على النار، اول لما ياخد غلوه تحس ان هو غلي غلوتين، توطي زي ما تكوني بتشربي رز، لان النار العاليه تخليه يفتح يضرب، فتوطي عليه لحد لما يستوي. وتطلعيه تصفيه وتحمريه، تدهنيه سمنه وتدخليه الفرن، تحمريه في سمنه من فوق، تدهنيه طماطم وتدخليه الفرن زي ما تحبي، بيطلع زي الفرن. كنزه وصلني سلامك من الجزائر، انتوا حبايبي برضه، واتمنى لو تعرفوا تكلموني يبقى على راسي من فوق. شاديه بقى بتقول الاكل يتعوض لكن الصحبه الحلوه ما تتعوضش. مفيش حاجة في الدنيا أحلى من الصحبة الحلوة. الصحبة الحلوة هي دي الدنيا وما عليها. ريهام عاوزة تخليل السردين، في سردين بلدي وفي سردين مزارع. أحسن حاجة للتخليل السردين البلدي، تلاقي شريط تلمع كده. يعرفوا الإسكندرانية يقولوا عليه سردينة الماكس. سردينة الماكس، تبقى بمية الماكس كده وحلوة. بتجيبيه تحطيه بقى تغسليه كويس، تصفيه، تحطيه يتصفى كده من ميته، وبعد كده تحطي معلقه كمون، تحطي ملح، تحطي شطه، تحطي معلقه كاري، وتقلبي ده كله ببعضه، وتروحي نازله على مغششه كبساه ورش عليه شويه من الخلطه دي، وتحطيه في كيس بلاستيك وتحطيه في برطمان وتقفلي عليه اسبوع بالكتير، تاكلي منه يبقى زي المانجا. عبد العظيم عاوز عوامات العسل. عوامات العسل هي دقيق، خميره، لبن، بيضه،
بتحط معلقه بطاطس مهروسه، كل ده بتمسكه يتدعك في بعضه كويس قوي، يتعجن بيكون سايل شويه بس مش قوي، بتسيبه يخمر. بعد كده بتنزل من غير البقلاوه، البقلاوه بنديها هبده نطلع الهواء ونبتدي نقلي لا دي غيرها خالص. وبعدين البقلاوه ممكن ما تحطلهاش لبن، ما تحطلهاش بيض. وبعد كده بتاخد منها وبتبتدي تحطي بشويش قوي في قلب الزيت عشان الهواء ما يطلعش منها وتطلع عايمه، ان هي اسمها عوامات. وبتبقى تطلعها تحطها في العسل او تديها سكر بودره زي ما تحب. الكريب، الكريب سهل قوي. الكريب الحادق بتحط كوبايه من الدقيق على كوبايه ونص لبن، نفس الكوبايه اللي عملتي بيها الدقيق، كوبايه دقيق على كوبايه ونص لبن على ثلاث بيضات، ثلاثه او اربعه على حسب ما تكون البيضه يعني حلو. بتحط شويه ملح صغيرين قوي، رشه ملح، بتضرب ده كله في الخلاط. بعد كده تسيبه يريح في التلاجة لمدة نص ساعة. بعد كده تاخد وتنزل بيه في طاسة مدهونة بمادة دهنية سواء سمنة أو زيت، مدهونة بس يعني متمسحة كده، بمغرفة تاخد كده وتحط أول وتعمل كده في قلب الطاسة، تحركه في الطاسة أول لما يشك منك زي بيض الأومليت كده، تروح قلبه على الناحيه الثانيه وشايله بيبقى يطلع زي الفل. هو بس الطبيعي ان اول واحده او اتنين هيبوظوا لحد الطاسه ما تدور، ده الطبيعي مع اي حد. اول واحده او تاني واحده هتلاقيها باظت منك، ما طلعتش كويس، اتقطعت، اتخرمت، ده الطبيعي. لكن بعد ما بتطلع واحده والتانيه بتطلع بعد كده تبتدي تظبط معاك النار والطاسه وتطلع زي الفل. الست ام محمود وملك بتقول لي يا غاليه عيالي ضعفانين ونفسي في اكله تكبر العيال كده. بص يا ست ام محمود، عليكي بالخمس تلوين، اكلت العيال خمس الوان في اليوم عيالك بقوا زي الفل، مخهم يبقى حلو وصحتهم حلوه وجسمهم زي الفل وهيبقوا 10 على 10. اكليهم خمس تلوين، يعني ايه اكلهم؟ مثلا خيار ادي اخضر، طماطم ادي حمراء، اي فلفل من اللي هو الفلفل الرومي الاصفر، اي حاجه فيها خمس الوان مختلفين عن بعض في الاكل، هتلاقي العيال طلعت معاكي زي ورد المفتوح. ست ام احمد بعت السلام ليا والبناتي، كلهم بخير الحمد لله ونجحوا الحمد لله في الترم الاولاني وطلعوا من الاوائل، وده بفضل ربنا. وكل ام بتتعب عشان ولادها بقول لها ان شاء الله ربنا هيديكي فيهم خير. كوكي عاوزه كيكه الزبادي، كيكه الزبادي دي بتتسقي بالعسل يا ست كوكي. انت بتحطي مثلا، لو انت مثلا عندك صينيه حلوه كده اهو، يعني كده صينيه حلوه كده، هنقول مثلا بس 26 او 27، لا دي كبيره قوي، صينيه تكون مدوره كده حلوه مقاس 26 او 27، في صواني مكتوب عليها من تحت كده. لو ما عندكيش بتبقى صينيه دوره كده، لا كبيره ولا صغيره، متوسطه. اديها كوبايتين ونص دقيق، اديها خمس بيضات، اديها كوبايتين زبادي، اديها لو عندك محسن كيك يبقى خير وبركه اديها معلقه، ما عندكيش اديها واحد بيكنج باودر واتنين فانيليا، واضربي ده كله في الخلاط. واول لما يبقى معاكي سايل كده والسمنه، وتحطي اربع معالق سمنه، اول كل ده ما يستحم في الخلاط ويبقى معاكي ماده سايله كده، انزلي بيه على الدقيق. وانت بتنزلي بيه على الدقيق اعجني ودخلي هواء، طبيها كده تك 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 كده، تروح تفتح معاك وتبقى زي الفل، وتصبيها وتدخليها الفرن، وما تفتحيش عليها الفرن غير لما تستوي. وبعد لما تطلع تكوني محضره لها شربات زي بتاع الكنافه والقطايف اللي احنا بنعمله وتسقيها بيه، بتبقى هي طريه قوي قوي وبتبقى حلوه جدا. الست جهينه بتقول لي انا بسلق الشعير واخد ميته وارميه، لا ترموهوش، ترميه ليه؟ انت ممكن تاخدي الميه، انت ممكن تعملي بيه اكتر من حاجه. بعد ما تسقيه وتاخدي ميته خديه هو نفسه وطحنيه ودخليه في عجين، اعملي منه عيش، عيش الشعير، حطي عليه دقيق قمح مع الشعير واخلطيهم مع بعض مع خميره وميه، واعجنيه زي العيش العادي بتاعنا واخبزيه. الشعير ده حلو جدا، ده الشعير اول حاجه بيعملها ان هو بيكرر البول واللي بينضف الكلى والمعده وحاجه زي الفل يعني. يعني الشعير ده احنا لما بنكون كليتنا وجعانه يقول لها اشربوا شعير. حاولوا يعني ان شاء الله هنتلاقى تاني ونتكلم تاني برضه في اقرب وقت ونتجمع،
وان شاء الله بامر الله نتجمع كلنا على خير. واخر حاجه عاوزه اقولها لحبايبي، انا فرحانه النهارده ان انا سمعت صوتكم وشفتكم وشفتوني، وان شاء الله نتجمع على خير، وانتوا كلكم على راسي من فوق. وانا مبسوطه قوي 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 بكل الناس اللي كانت بتشوفنا وبتتابعنا، كل الناس اللي بتقابلني في الشارع وبتسالني على البرنامج وبتسالني على الناس وعلى كل حاجه. واحسن حاجه فرحتني قوي قوي ناس اسوان الجمال، الكفوف البيضاء الحلوه اللي بيتابعوني وبعتوا لي السلام. وعاوزاكم كلكم في اخر النهايه يعني ندعي لمصر بالنصر، وان شاء الله اللي جاي احسن، وهتفضل مصر هي المحروسه، وان شاء الله ربنا هيحرسها لنا، وان شاء الله هتبقى مصر احسن بلد. وخلينا مع بعض على الصفحه بتاعتي اللي هي دلوقتي عدد 90,000 عشان تبقوا عارفينها وعارفين تخشوا عليها ازاي. الصفحه بتاعتنا الاساسيه اللي هقدر اسمعكم فيها واشوفكم عدد 90,000، كلموني عليها ونتواصل ان شاء الله، وربنا يديم المحبه منا، وان شاء الله هنتلاقى على خير. وادعوا لمصر بالنصر، مع الف سلامه.